صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 30 لسنة 2018 بفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب. جاء فيه أنه يفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب اعتبارا من يوم الأحد 17 الموافق للأول من يوليو 2018. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 27 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب. ونص القانون على أنه يستبدل بنص المادة الثامنة من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم رقم 8 لسنة 1989 النص الآتي: للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية في الأحوال التأتية: أولاً، إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ثانياً، إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. المادة الثانية: تلغى المادة الثامنة مكرر من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989.